النهارده باذن الله بنتكلم على مراجعه في الباور الكترونكس. طبعا هنا انا براجع معاك على السلايدز اللي خدناها، الانترودكشن، ادينا ديفينيشن، الرابيد جروث، الكومباريزون ما بين الباور الكترونكس والاس بي، النيتشر بتاعتنا، الكونتريبيوتنج اريا، جنرال استراكشر. انا عايز الناس تقرا السلايد، يعني عارف انت انك انت السلايدز بتاعتك دي انك انت تقراها وتفهمها، على اساس ان الناس في حاجات كتير طنشتها، فما بيجي الامتحان ام بي سي كيو ما بيعرفوش يحلوا. طبعا هنا بيقول لك في الاول الديفينيشن ان الباور الكترونكس كونسيرنينج الابلكيشن او البرنسبل بتاع الالكترونكس بالسرعات الايه بالسرعات الهاي ريتد باور ليفل، يعني الباور بتاعي بيبقى عالي. طبعا بيقول لك التطورات اللي موجوده، في بدات من الادفانسز في الباور للسيمي كوندكتور سويتش، وبعدين تطور في المايكرو الكترونكس، وبعدين نيو ايديا في الكنترول الجوريزم، وطبعا الاحتياج للنيو ابلكيشنز هو ده اللي خلينا نلتجئ الى الباور الكترونكس. وبيقول لك كل الحاجات دي بتخدم على الباور الكترونكس، السيجنال بروسيسنج، السيركت، الالكتريك ماشينز، الالكترومagnetic، الحاجات دي كلها. والكونتريبيوتنج اريا بتاعتنا اللي احنا الاسهامات في هذه الماده هي في الالكترونكس وفي الباور سيستم وفي الكنترول سيستم. الالكترونكس بتديل مع السوليد ستيت، الباور سيستم بتديل مع الباور الاستاتيك او روتيتنج باور، الكنترول سيستم بتتعامل مع الستيت والديناميك كاركترستكس بتاعه الكلوز لوب سيستم. الحاجات دي كلها بس تبقى عارفها. الجنرال استراكشر بتاع الباور الكترونكس والهيستوري مش مشكله. انواع الريلي ممكن نسأل فيها، الاس بي اس تي، اس بي دي تي، دي بي اس تي، دي بي دي تي، اللي هم سنجل بول سنجل ثرو، وبالاشكال بتاعتهم المختلفه. انا براجع لك ايه الحاجات اللي ممكن نسأل فيها. برضو هنا التيرمينالز اللي فيه تو تيرمينال ديفايسز، نبقى عارفين ايه هم. الدايود، اي نوع من انواع الدايود بيبقى فيه تو تيرمينال طرفين، الثلاث اطراف زي الموسفيت والجي فيت والاي جي بي تي والبي جي تي والثايرستور. جينا طبعا انا جبت لك في سؤال في الثايرستور ان هو 3 تيرمينالز، الناس قعدت ده ما جاش، ده ما خدناهوش، ده بعيد. ما هو الثايرستور هي مذكوره اهي في الانترودكشن. مانيوريتي كارير ديفايسز من ضمنهم الثايرستور اللي الناس ايه اعترضت، يعني عشان بس الناس تركز. الكلاسيفيكيشن من وجهة نظر الكنترول، عندك ان كنترول ديفايس، ممكن اقول لك تبقى عارف مين ايه الان كنترول ده مش متحكم فيه، الدايود، واخد بالك. الهاف كنترولد اللي هو زي الثايرستور اهو، تيرنت باي كنترول سيجنال بات تيرنت اوف باي باور سيركت، يعني بتعمله تيرنت اوف اون، بتفتحه بالكنترول سيجنال بتقفله بالباور سيركت، يبقى ده هاف كنترولد. انما الان كنترولد التو تيرمينال ان كنترولد بالكنترول سيجنال، مفيش كنترول عليهم. الفولي كنترول زي الباور موسفيت والاي جي بي تي والجي تي او والاي جي سي تي، اون اند اوف بوث باي كنترول سيجنالز، يعني هي بتبقى اون او اوف بالكنترول سيجنال بحسب الكنترول. يعني لو هي بت اون اوف بالكنترول سيجنال تبقى فولي كنترول، لو تيرن اون بالكنترول سيجنال واوف بالباور يبقى دي هاف كنترول، لان الاون بس لو بالكنترول سيجنال. مفيش بقى كنترول سيجنال خالص، بس اسمها ان كنترول دي برضو. اذر كاتيجوري باور الكترونيك ديفايسز، في عندي الكرنت دريفن والفولتج دريفن. كرنت دريفن يعني ايه؟ يعني الكرنت بتقاد عن طريق الايه الايه الكرنت. وفي عندي الفولتج دريفن اللي هي الفولتج كنترول اللي هي فيلد كنترول ديفايس. في برضو البالس تريجر ديفايسز والليفل سنسيتيف، يعني لما يجي لها التريجر، التريجر بالس تريجرد، يما ليفل سنسيتيف يعني بتتعامل مع الليفل اللي فوق، انما البالس تريجر دي بتتعامل مع البوزيتيف ايدج او على مع النيجاتيف ايدج. برضو في كاتيجوري تاني يوني بولر ديفايسز، بتعتمد مثلا الماجوريتي كارير ديفايسز، الباي بولر فيها المانيوريتي كارير ديفايسز، الكومبوزايت ديفايسز اللي هي زي مهجن كده او مركب من الحاجتين من اليوني بولر والباي بولر. خدت بالك التقسيمات دي مهمه. الكارنت دريفن دي زي ايه اجهزه الكارنت دريفن؟ زي ايه اجهزه الفولتج دريفن سيركت؟ تبقى عارف هو كاتب لك هو الكارنت دريفن الثايرستور جي تي او جي تي ار اهي. اجي انا جيت لك في الامتحان ام سي كيو كارنت دريفن الثايرستور، ملوش علاقه بقى، انا ما دخلتش في ديتيلز فيه. الفولتج دريفن، الاي جي بي تي، السيت، الموسفيت. طب البالس تريجر ديفايس زي الثايرستور جي تي او ليفل سنسيتيف، اليوني بولر ديفايسز زي الماجوريتي كارير ديفايس اس بي دي، الباور موسفيت، الباي بولر زي مين، الاي جي بي تي، الاي جي سي تي، الكومبوزايت ديفايسز الاي جي بي تي، الاس اي تي اتش، الام اس تي، دي كلها اجهزه موجوده في الباور الكترونكس. تمام كده؟
اهو الباور سيمي كوندكتور، عندي الباور دايود والباور ترانزستور، الاجهزه بتاعتي كسويتشات، الباور دايود والباور ترانزستور، الثيريستور فرايتيز، كل دي تبعنا، كل ده يعني العائله الكبيره قوي عندي الثيريستور. ما ينفعش على فكره يا محمد، ما ينفعش امتحان باور الكترونيكس يخلو من سؤال عن الثيريستور، يعني علشان الزملاء اللي كانوا معترضين ما يجي واحد يشوفه كده يقول لك ايه ده، هو انتوا خدتوا ايه؟ لا يخلو. خدت بالك الباور الكترونيك سويتشنج ديفايسز، في عندنا ان كنترول تيرند اون واوف الباور دايود، وكنترول تيرند اون وان كنترول تيرند اوف الثيريستور، اللي احنا قلنا مثلا ايه، عندك هاف كنترول وفولي كنترول. واخد بالك التقسيمات دي كلها، دي خاصه اهم حاجه كانت موجوده عندنا في الانترودكشن. والكونفرتر بحول من اي سي لدي سي، ده اسمه ريكتفاير، بحول من دي سي لدي سي اللي هو التشوبر. التشوبر سيركت دي احنا خدناه، خدنا ديتيلز فيه من ضمن الاجهزه اللي خدناها ان ديتيلز. يمكن الريكتفاير كلام بسيط، بس الريكتفاير انت كده كده لازم في الالكترونكس بتدرسه ان ديتيلز، يعني فش كده ركزنا على الحاجات اللي ايه الناس ما بتدرسهاش قوي. عندك اي سي تو اي سي كونفرتر برضو، خدت بالك دي سي تو دي سي تو اي سي كونفرتر بنسميه انفرتر، خدت بالك التحويلات دي اهو. طبعا هنا الكلام دوت اهو موجود عندك، هو ممثلهولك الريكتفاير والانفرتر والتشوبر والسايكلو كونفرتر والاي سي فولتج كونفرترز، كل الحاجات دي مهمه بالنسبه لك. الباور الكترونيك كونفرترز، سيركت تايب، طبعا هنا ايه الدوائر، فولتج ريجوليتورز بيعمل ريجوليت للفولت عند قيمه ريجوليت الدي سي فولت. خلي بالك من غير الريجوليتور هيبقى فيه ريبل، يعني الريبل انت بتعمله سموثنج بالايه بالكاباستور، بعد ما عملت له سموثنج ما وصلش برضه للدي سي، يعني مش هيوصل للدي سي فاليو اكيوريت، فلازم بتريجوليت، يعني كانك بتشيل اي نويزي سيجنال خالص، يعني اللي بيساعدك فيها السموثنج اللي هو الكاباستور. تمام. الباور امبليفاير، السويتشز طبعا، الباور امبليفاير لارج سيجنال امبليفيكيشن، السويتشز طبعا هو التيرن اون والاوف، ده من اهم الحاجات اللي عندنا في الباور الكترونيك. الدايود ريكتيفاير بيعمل هاف ريكتيفيكيشنز او فول ريكتيفيكيشنز. طبعا هنا الاي سي تو دي سي كونفرتر اللي بيحول الاي سي فولتج لفاريبل دي سي، فاريبل دي سي، وفي اي سي تو اي سي كونفرتر، وفي دي سي تو دي سي كونفرتر اللي هو الشوبر، وفي دي سي تو اي سي كونفرتر اللي هو الانفرتر. تمام. وقلنا السكوب بتاع الباور الكترونكس الليفلز بتاعتها، احنا كنا وقفنا باين عند 28، يعني الكاركترستيك بتاعت الايديال سويتش بيبقى ايه، تيرن اون واوف ان زيرو تايم، الاون ستيت زيرو فولتج دروب وهاي كارنت، الاوف ستيت لما بيبقى اوف الكارنت اللي فلو بيبقى زيرو لانه شورت سيركت، زيرو باور ديسيبيشن، الباور ديسيبيشن زيرو، ليتل باور فور كنترولنج، هاي ريلايبيليتي، اعتماديه ان هو دلوقتي لما بيحصل فيلير بيبقى فيه تقدر انك انت تعالجها بسهوله، حجمه صغير جدا ووزنه صغير، سمول سايز اند ويت، نو مينتنانس، تقريبا مفيش صيانه اصلا لحاجه زي كده. دوت اول حاجه بالنسبه لنا اللي هي مين، إيه الجزئيه بتاعه الايه الانترودكشن، دي الليكتشرز اللي كنا خدناها في الايه في الاول. بعد كده خدنا ايه، تعالى نشوف، انا براجع مثلا على الحاجات اللي اتاخدت. خدنا دي الباور سيمي ديفايسز، تمام. هعمل لك شيرنج، انت شايف الشيرنج التانية دي محمد؟ شايف الباور سيمي كوندكتور ديفايسز دي ولا اللي باين عندك ايه محمد؟ محمد هو فين يا محمد؟ انت سامعني محمد؟ محمد سامعني ولا لا؟ انت فين؟ ايه ده محمد؟ ايه ده، انت رحت فين؟ يا المايك عندك فيه مشكلة، يا اما انت سايب الجهاز شغال وخلاص معايا ولا ايه؟ ايه ده محمد؟ لو في حاجة طب ابعت لي على الشات، انا مش عارف بقى، انا كده لازم
الباور سيمي كوندكتور ديفايسز. طب هكمل بس كده، في عندي الباور دايود، في عندي الباور ترانزستور، السنابر سيركت، هتبقى في كومباريزون ما بين الايديال والبراكتيكال سويتش، الباي بولار ترانزستور، البي جي تي دارلينج تومبير، الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، الاي جي بي تي جي تي او، كل الحاجات دي اسمها باور سيمي كوندكتور. طبعا زيز ديفايس بتتعمل كسويتش وزود اني ميكانيكال موفمنت. فيو اوف باور ديفايسز ار كذا. طبعا هنا دول الاجهزه الكتيره بتاعت السيمي كوندكتور. بنعرف الشوكالي ايكويشنز بتاعت الدايود دي، تبقى عارفها، اللي هي الاي دايود بتساوي الاي اس في اكسبوننشال الفولت الابلايد على الدايود على الان في الفي تي ناقص الواحد. الايكويشنز دي مهمه. الفرق بين الايديال سويتش والبراكتيكال سويتش نبقى عارفينها. الايديال كاركترستكس بتاعه الباور ديفايسز اللي هي الكاركترستك الايديال بالنسبه للباور. انواع الدايودز مهمه قوي في الشابتر ده، اللي هو البي ان جانكشن دايود. في عندنا طبعا زي ما انت شايف الانواع الكتيره دي بتاعه الدايود، في الزينر دايود تعرف الكاركترستك بتاعه، الشوتكي دايودز، الشوكالي دايودز، والحاجات دي كلها بنسال فيها، الباور دايود، تمام. دول كلهم تو تيرمينال. الباور دايود ستراكشر نعرفها، تمام، ادي الباور دايود، تمام. انا بس بعدي بسرعه لو في مشكله، بس انا مش عارف الباور ترانزستور. طيب بندخل بعد كده على الترانزستور، فاهم حاجه عندنا اللي هي البي جي تي، البي جي تي اللي هي الباي بولار ترانزستور، الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، الانزوليتد جيت باي بولار ترانزستور ال جي بي تي، كل الحاجات دي برضو تبقى عارفها. الباي بولار في ان بي ان وفي بي ان بي، التيرمينالز بتاعتهم عباره عن ايه، الاستراكشر برضو عباره عن ايه، الفي اي كاركترستكس او الكيرف بتاع الايه، الاي والفي بتاع الباي بولر اللي هو الشكل ده، الاي سي مع الفي سي اي، الاي كوليكتور مع الفولت ما بين الكوليكتور والاميتر، فور ديفرنس اي بي، كل الحاجات دي تبقى معروفه لهذه الاجهزه. الريتنج بتاعنا والانواع الان بي ان والبي ان بي، ونعرف برضو دارلينج تومبير ان الجين بتاعه جين بيعلي الجين، ان هو بياخد بيتا 1 وبيتا 2 مجموعين على بعض زائد حاصل ضرب بيتا 1 في بيتا 2. برضو الميتال اوكسايد سيليكون الموسفيت نوع تاني من انواع الترانزستور، اللي هو نوع تاني من انواع الترانزستورز اللي هو الايه، الميتال اوكسايد سيمي كوندكتورز، تمام كده. برضو تبقى عارف الموسفيت ده عباره عن ايه، الموسفيت طيب انواعه، البي شانل والبي ديبليشن، والبي شانل ديبليشن تايب موسفيت، والان شانل ديبليشن تايب موسفيت، والان شانل انهانسمنت تايب موسفيت، والبي شانل انهانسمنت تايب موسفيت. يبقى دول اربع انواع. تعرف الفي جي اس الرسومات بتاع، نعرف الرسومات بتاعتهم برضو، ونعرف الموسفيت ريتنج بتاعنا يعني زي ما عملنا في الباي بولر. والفيتشرز، لو فولتج ديفايسز، هاي فولتج ديفايسز ار افيلابل اب تو لحد 600 فولت، ممكن تبقى بارلل كوايت ايزلي فور هاير كارنت كابابيلتي، انترنال دايناميك ريزيستنس ما بين الدرين والسورس ديورنج اون ستيت، الحاجات دي كلها. والموسفيت كاركترستكس بتبقى عارف التيار اللي ماشي في الدرين بيساوي ايه، المعادله بتاعته، هو المفروض كي في افتح قوس الفي جي اس، ادي في واحد داخل اهو، كي في الفي جي في الفي جي اس ناقص الفي ثريشولد في الفي درين تو سورس ناقص نص الفي درين تو سورس سكويرنج. الباشمهندس اللي دخل خطاب سامعني؟ اه يا دكتور، تمام. اه يا دكتور، انا ما صح اعرف، حضرتك، انا ما اعرفش محمد ابراهيم راح فين. انت هو هتلاقيه في المايك بس. ما بس بقول له ابعت لي على الشات عشان اعرف، بس احنا انا براجع، انا راجعت انترودكشن ودخلت في الجزء بتاع السيمي كوندكتور ديفايسز، وبتكلم على اه يا دكتور، الدايودز والباي بولر ترانزستور والموسفت ايه ترانزستور، كل حاجه بتعرفها في كل ديفايسز من دول، تمام. تمام. هو احنا كده بدأنا نراجع خلاص، احنا خلصنا، خلصنا. انا على فكره حطيت لكم تمام الحاجات على جوجل كلاس روم، يعني فاضل تمام بس يا كنت دكتور، بحط لكم المحاضره التاسعه، ودي محاضره مراجعه بقى يعني مش محتاجه سلايدز، تمام وكنت بسأل اسمه ايه ده، بسأل محمد ابراهيم على التسجيل. انت بتعرف انت عندك في تسجيل ريكورد، انت شغال من على اللابتوب ولا على الموبايل؟ انا فاتح من اللابتوب يا دكتور. طب في عندك جنبك ريكورد، بس الريكورد اه باين عندك انه شغال، هو عندي، لو انا ما جربتش هدوس اجرب. اصل انا بعمل ريكورد دلوقتي ده، جرب شوف كده الريكورد عندك عمل ايه. لا، لازم اخد من حضرتك يا دكتور البرميشن يا دكتور. ما انا ممكن اعمل لك بيرميشن، بس هي الفكرة ان انا عملت ريكورد، ما انا بدأنا من الاول، اه فما اعرفش الريكورد ظاهر عندك ان في حاجة بتتسجل، اه ايه يا دكتور؟ باين عندك ان المحاضرة بتتسجل، يعني في باين عندك علامة تسجيل. اه هو باين عندي يا دكتور ان حضرتك بتسجل. اه
طب استنى، يعني جنب الهوست بتاع حضرتك، جنب الهوست برضو بتاع حضرتك تكتب فيه علامة الريكورد. تمام. ما انا ما اعرفش بقى التسجيل ده هيتسجل فين، انا ما اعرفش يعني، المفروض على الجهاز، ما هو ما سألنيش انت هتسجله فين. هو على الجهاز يا دكتور اي حاجه عموما يا دكتور، مثلا ما تبقاش عارف مكانها بتلاقيها في السي عموما، في اللي هو الفولدر بتاع الويندوز. يعني اي حاجه بتتسجل بتلاقيها في فولدر الويندوز يا دكتور، هتلاقيها في اليوزر بتاع حضرتك في الويندوز. طب ثانية واحدة، disable hide name hide chair computer sound optimize chair. طيب ما علينا. طيب هو انا بتكلم على المصفت selection factors برضو يعني. بص، كل جهاز بتبقى ليه حاجات معينة تبقى عارفها عنه، تبقى عارف مثلا تمام. الاي في كاركترستكس بتاعته، تبقى عارف الاستراكشر بتاعه، تبقى عارف الشكل بتاعه، الانواع بتاعته، الريتنج بتاعه، كل الاجهزه اللي هي اتكلمنا عنها في السيمي كوندكتور. مقارنه بين البي جي تي والموسفت، طبعا المقارنه دي مهمه جدا. ده مش عارف باي بولار ديفايسز، ده ماجوريتي كارد. انا براجع لك على المحاضرات، المفروض لو انتوا قريتوا تكونوا ايه عندكم اسئله مثلا ولا حاجه. ده كارنت كنترول ديفايس، التاني فولتج كنترول ديفايس، اللي بيتحكم في البي جي تي كارنت هنا اللي بيتحكم، يعني الاي بيز هو لو داخل على الترانزستور على البيز يشغل، خارج ما يشغلش. انما هنا الفولتج، لان اصلا الموسفت بيبقى التيار بتاع الجيت اصلا بزيرو، فاللي بيتحكم فيه الفولت. الاوت بوت كنترول باي كنترولنج بيزن كارنت، الاوت بوت بكنترول بتتحكم فيه بالبيز كارنت. هنا الاوت بوت الكنترولنج بتاعك الجيت فولتج، يعني هنا كارنت، البيس كارنت هو المتحكم، هنا المتحكم الجيت، جيت فولتج. التمبريتشر، نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت وبوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت، يعني معامل التمبريتشر هنا بالنيجاتيف بيأثر بالنقصان، لكن هنا التاني بيزيد التمبريتشرز مع الاوفرلودنج الزياده. البارلينج اوف بي جي تي از ديفيكالت، يعني عشان تعمل عمليه بارلل تحطه كحمل بارلل بيبقى صعب، التاني بيبقى سهل في الموسفت. الكومباريزون ده مهم، ده كومبلكس ده سيمبل. اللوسس في البي جي تي بيبقى قليل جدا، اللوسس في الموسفت اعلى، بيستخدم في الهاي باور ابلكيشن البي جي تي، التاني في لو باور ابلكيشنز، الباور بيبقى الابلكيشنز بتاعت الباور القليله لان اللوسس فيه عالي. طبعا البي جي تي ليه هاي فولتج وكارنت ريتنج، ده ليه ليس فولتج وكارنت ريتنج. السويتشنج فريكونسي از لوور ذان موسفت، هنا السويتشنج فريكونسي از هاي. والاي جي بي تي برضو اتكلمنا عنه، تبقى بص الاجهزه كلها تبقى عارف بقى الانزوليتد اي جي بي تي كان اللي هو فيه طرف رابع. بص كده، كان في جزء فيه زي باي بولر وفي جزء زي ايه، زي موسفت، يعني حاجتين كده كانك حاطط اهو اللي جي الجيت وعلى الباي بولر ترانزستور مش البيز، وده كان اسمه الايه، تمام. الاي جي بي تي. الكلام ده كله كاركترستكس كيرف بتاعته، كلاسيفايد لنون بانش ثرو وبانش ثرو، الحاجات دي كلها انتوا خدتوها، والسيمتريك والاسيمتريكال الفرق بينهم، الحاجات دي، الكاركترستكس اللي هو الكوليكتور الكارنت مع الكوليكتور اميتر فولتج اللي هي الاي جي بي تي كاركترستكس كيرف، تمام. والمتريكس والدي متريكس اللي هي زي الايه الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعتها، والكومباريزون ما بين الباور باي بولر والموسفت والاي جي بي تي. تبص بس على نبص على الكومباريزون، يعني انا بسالك في اجهزه، خلي بالك ان الوقت ما اسعفناش بقى نحط مسائل وكلام من ده. معرفش الجيت تيرن اوف ثايرستور، الجي تي او برضو خدت بالك، برضو الكلاسيفيكيشن بتاعتها، التصنيفات بتاعتها، وكونستراكشن نفس الكلام، تعرف الحاجات دي، الوركينج ازاي بتشتغل. انا بس بوضح لك ايه الحاجات اللي علينا والحاجات اللي تذاكرها. الكاركترستكس كيرف تبقى عارف الرسمه، ما نعرفش بقى الامتحان المره الجايه هيجبرونا على ام سي كيو ولا هيقول لك ممكن عادي، ما نعرفش، ممكن يجي يقول لك امتحانات خلوها اونلاين. يعني ايه، حط ايه احتياطاتك لكل حاجه ممكن. الفي اي كاركترستكس اهي بتاعت الجي تي او، وطبعا التيرن اوف كارنت جين، والادفانتجز وديس ادفانتجز زي ما اتكلمنا في الاي جي بي تي، في ديس ادفانتجز والادفانتجز. الابليكيشنز، التطبيقات في الموتور درايفز، في الاستاتيك فار كومبنسيتور، الاي سي دي سي باور سبلايز، خدت بالك. وفي كان الانزوليتد جيت ده ما تركزناش، كوميتيتد ثايرستور كان اخر حتتين كده ما ركزناش فيهم، اللي هو اي جي سي تي، ودي كانت اللي هي الجزئيه الثانيه في المحاضرات. كان في بعد كده اتكلمنا على ايه بقى، على الثايرستور، كانت بقى الكلام الكتير
اللي على الثيرستور. ثانية واحدة بفتحها. هو بس الباوربوينت المفروض تفتح البي دي اف. هي اسمها ايه دلوقتي؟ تلاتة مش كده؟ انا مش عايز دي. اي الثيريستور باينة قدامك؟ لا الثيريستور يا دكتور، الشم السود ده، ايه؟ طب يبقى لسه ما الشاشة ظهرش. السود ده. ايه ده؟ لا الثيريستور. ثانية واحدة ثانية واحدة، ما هي المشكلة في الشيرنج بتاع الزوم مش حلو يعني. لازم ايه؟ انا عايز انهي التالتة؟ انا عايز اقفل دي. ياه ايوه تقفلش. ها ودي تتقفل. دي هو مش راضية تظهر ليه؟ مش عارف. اهي الثيرستور كده باينة اه يا دكتور، تمام كده تمام. بقى. فهي كان فيها دي 100 سلايدز كده. انا بعت لكم على فكرة الكلام اللي شرحناه في الثيرستور، هو كان طويل شوية يعني. انتوا شوفوا السلايدز او الباور بوينت اللي موجود عندكم فين، اللي موجود عندك في جوجل كلاس روم. انا فاضل بس محاضرة 9 هنزلها لك بس، ونزل لك الفيديوهات وكل حاجة وكله على القناة صح. فالعملية واضحة. الكونتنتس بتاعت طبعا هنا ده كله، الانترودكشن، الكونستراكشنز بتاع الثيريستور. هو متكون من كام؟ مش ايه بقى، متكون من 4 حاجات، بي ان بي ان تمام. وتبقى عارف الثيريستور استراكشر طبعا. الثري امبورتنت ثيريستور سبيسيفيكيشنز، هو بيبقى في ريجونز ايه، اللي هي الفورورد بريك اوفر فولتج والهولدنج كارنت والجيت تريجر كارنت، الحاجات دي. الكاركترستيك كيرف شكله عامل ازاي تبقى عارفه. لو الامتحان مش ام سي كيو هسألك فيها دي، تبقى عارف الايه الرسمه دي. الايديال سويتش، الايديال سويتش زي ما بنقول التيرن اون والاوف ات نو تايم، بتبقى زي ما انت شايف فوق بس. بيبقى الايديال سويتش بيهيف لايك الدايود، زي الدايود كده خدت بالك. فبيبقى هنا لما بنيجي نشغل الثيريستور كايديال سويتش، بيبقى في فورورد بلوكينج وفورورد كوندكشن وريفرس بلوكينج. الجيت سويتش اون، الجيت سيجنال هي دي اللي بتسويتش اون للايه، الثايرستور يعني. السيجنال بتاعت الجيت هي دي اللي بتشغل لي الثايرستور. انواع الثايرستور اليوني دايركشنال والباي دايركشنال. اللي بتكوندكت ان فورورد دايركشن دي بنسميها اونلي، اونلي في الفورورد دايركشن بس بنسميها يوني دايركشن. لكن لما بتكون في الباي دايركشنال بتكوندكت في الفورورد وفي الريفرس، زي دوائر الترياك وانواعهم ايه يعني الدوائر دي. والتريجرنج ديفايس ديت الديفايس ويتش جنريت، اللي هي بتولد كنترول سيجنال عشان تسويتش الديفايس من نون كوندكتنج تو كوندكتنج. يعني التريجر ده خلي بالك معناه ايه، النقله من اون لاوف، النقله الترانزيشن من هو ده التريجر خدت بالك. او النقله العكسيه، ما ممكن التريجر ده يبقى بوزيتيف او نيجاتيف. لو انت بتتنقل من الاوف للاون، يبقى ده اسمه تريجر بوزيتيف. من الاوف للاون اسمه بوزيتيف تريجر، لو من الاون للاوف اسمه نيجاتيف تريجر. وهو ده التريجر اللي ما بيجي لي اشغل يعني، ما بتجيلي السيجنال دي الطلعه دي الترانزيشن ده، هو ده اللي بشغل الجهاز او بيخليني ايه اوبريت الجهاز. دي معنى كلمه تريجر. فهو تريجرنج ديفايس ممكن يشتغل كتريجرنج ديفايس، والانواع بتاعته زي بيقول لك الدايود اي سي سويتش او الداياك او الحاجات دي كلها تمام. والفيو تايب بتاعت الاس سي ار الشوكالي والاس سي ار والبي يو تي. الاس سي ار ده سبيشال كيس من مين؟ من العيله الكبيره بتاعت الثيريستور تمام. الاستاتيك كاركترستكس برضك، الخصائص الثابته بتاعتي، بلوكينج لما يحصل ريفرس، لما يحصل كوندكتنج اونلي لما يبقى في فورورد بايس، وفي تريجرنج كارنت ابلايد للجيت لما تيجي التريجر اون، والبي لاتشز بيحصل عمليه كوندكشن. تريجر تيرنينج اوف لما بتعمل تيرنينج اوف بيحصل ديكريزنج في الكارنت لقريب من الزيرو ويز ذا اوفست، يعني مش بيبقى زيرو بالظبط، بيبقى قريب من الايه الزيرو. تو امبورتنت كارنت اللاتشنج كارنت اللي موجودين في الثيريستور، تبقى عارف الفرق بينهم، اللي هو اللاتشنج كارنت والهولدنج كارنت يعني كارنت معلق
خلاص انك معلق الكارنت عند قيمه معينه. انما اللاتشنج كارنت بعد ما الاس سي ار بتبقى سويتشد اون بيبقى فيه مينيمم كارنت، كارنت قليل قوي مطلوب عشان يعمل الكوندكشن خلاص، حتى لو جيت سبلاي از ريموفد، لو جيت سبلاي مش موجوده، فتبقى برضك عارف ايه الفروقات دي. ايه الايفكت على الجيت كارنت على الفورورد بلوكينج فولتجز؟ بيقول لك بقى ايه اللي بيحصل لما الجيت كارنت بتزيد، بيحصل في البلوكينج ايه زي الرسمه كده اللي قدامنا. انا بس يعني بعدي بسرعه على السلايدز لو في حاجه بنشوفها مع بعض. 4 مودز في الثيريستور، في 4 مودز، 4 طرق في تشغيل الثيريستور، اللي هي ريفرس بلوكينج بتبقى الثيريستور بيبقى اوبن سيركت، ريفرس كوندكشن مود بيبقى كلوزد سيركت، الفورورد بلوكينج مود بيبقى اوبن سيركت، الفورورد كوندكشن مود بيبقى كلوزد سيركت. وبيتكلم بقى عليهم الريفرس مود والفورورد مود، تبقى عارف الكلام اللي عليهم عشان بس نلحق. والتو ترانزستور عندك موديلنج بتوع التو ترانزستور احنا عارفينهم، الان بي ان والبي ان بي، الديريفيشن بتاع الانود كارنت اللي بيساوي ايه برضو دوت من الحاجات اللي هي اللي احنا ذكرناها. الثيريستور تيرن اون ميثودز، لما بيجي الثيريستور تيرند اون بيحصل ايه؟ بتشوف التمبريتشر تريجرنج، وفي عندي اللايت تريجرنج، في انواع الثيريستور عشان يترن اون، يا اما بالتريجر بتمبريتشر، يا اما بالتريجر بلايت، يا اما بالتريجر بفولت فورورد فولت، يا اما بالتريجر دي بالدي في باي دي تي، يا اما بالتريجر بالجيت. كل الحاجات دي تريجرنج عشان تترن اون ايه. فقلنا برضك الانواع دي، يبقى ممكن اسالك في انواع التريجرنج بتاع الثايريستور. التريجرنج يعني التشغيل بتاع الثايريستور، تبقى عارف بقى كل دول، كل واحده منهم الثيرمال واللايت والفورورد فولتج تريجرنج، كل والدي في باي دي تي تريجرنج بيتم ازاي، والجيت تريجرنج، كل الحاجات دي. وانواع الجيت تريجرنج في دي سي وفي اي سي وفي بلس جيت تريجرنج، وكل واحده منهم بتعمل ايه. لو جه الامتحان مش ام سي كيو هنسالك، ممكن اقول لك اشرح حاجه زي كده، لكن لو ام سي كيو هدخل جوه الديتيلز اللي موجوده جوه. فبتبقى على فكره الام سي كيو بتبقى اصعب في كده، تاني انت بتقعد تكتب واللي بتفتكره واللي بتنساه تنساه، خدت بالك. السويتشنج كاركترستكس، يعني ايه سويتشنج كاركترستكس؟ يعني الخصائص لما عمليه السويتشنج تحصل من اون الى اوف، اهي وبيوريها لك. وطبعا دي برضك قلناها، يبقى كده برضك اسالك فيها. والتيرن اون، لما بتيجي التيرن اون سويتشنج كاركترستكس وبالتيرن اوف، ما هو ده اهم حاجه انت ايه بتبقى عارف. والجيت كاركترستيك بتاعت الاس سي ار اور الثايريستور، تمام، هو اهم نوع من انواع الثايرستور الاس سي ار، عشان كده بيقولوا ان هو زي الثايرستور بالظبط. طبعا بتبقى عارف الجيت كاركترستكس بتاعته، تمام، كل الحاجات دي. والفايرنج انجل، الزاويه بتاعت الحريق، ان بعديها يحصل دامج للترانزستور، دي ممكن اسالك فيها. والثلاث مناطق بتوعي اللي شغالين فيهم الريجون اي ودبل اي وتريبل اي، اللي برضو دول اتكلمنا عنهم لما اتكلمنا على الجيت كاركترستكس. انا بعدي بسرعه عشان ايه الوقت، وعشان لو في حاجه لازم نبقى ايه نذاكر الكلام ده. وبعتوا لنا على الجروب بتاع الواتس لو في اي حاجه واقفه مش عارف ايه، لان حتى السلايد شرح الموضوع بشكل بسيط جدا، يعني تلاقي نفسك انت مش ايه مش حاسس بتعب فيها. والجيت كاثود ريفرس فولتج بروتكشن، البروتكشن بقى الحمايه بقى جزء تاني اللي هو الحمايه. يبقى احنا اتكلمنا عن التريجرنج، ازاي بين ايه بنشغل، ازاي بنحمي الثيريستو، فتبقى عارف البروتكشنز دي اي باي دي تي، دي في باي دي تي، اوفر فولتج بروتكشن، اوفر كارنت بروتكشن، ثيرمال بروتكشن، تبقى عارف كل بروتكشنز من دول شغال ازاي. دي من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. والسنابر سيركت اللي هو بتمثلها في الدي في باي دي تي اللي هي البروتكشنز الخاص بيه، والاوفر فولتج بروتكشن، وايه الاسباب بتاعت الاكسترنال اوفر فولتج. خلي بالك العناوين دي اسالك فيها، البروتكشن اجينست الاوفر فولتج هسالها لك فيها زي ما هي، الكرو بار اتكلمنا عنها برضو خدت بالك، الادفانتجز بتاعت الكرو بار بروتكشن سيركت، دي نوع من انواع البروتكشنز، الكارنت بروتكشن، البروتكشن اجينست اوفر كارنت، الزياده في الكارنت، كل الحاجات دي نسال فيها. السيليكشن فور اوف فيوز، الفيوز اللي انت بتختاره عشان تبروتكت الاس سي ار، ممكن نسال فيه. الثيريستور ريتنج، زي ما كنا قلنا في السيمي كوندكتور اتكلمنا على البي جي تي والموسفت والدايود ليهم ريتنج، هنا في الريتنج برضو بتاع الثيريستور
اهو، والفولتج ريتنج، المعدلات بتاعت الفولت، كل ده اهي، المعدلات بتاعت الكارنت بتاعت الثيريستور ده برضو تبقى عارفه، ازاي نحسن في الثيريستور كاركترستكس، العناوين تبقى كل العناوين دي اجاباتها عندك تمام. السيريال والبارلل اوبريشنز، يعني ازاي اقول عليه سيريال على التوالي او البارلل على التوازي اوبريشن بتاع الثيريستور، والسترينج افيشنسي قلناها، والدي اف ار اللي هي واحد ناقص السترينج افيشنسي، كل ده السيريال اوبريشن، الاس او اختصاره اس او بتاع الثيريستور، ساعات بنكتبها اس او بس تبقى فاهم تمام، الاس او بتاعت الثيريستور، وجبنا المعادلات بتاعته من كيرشوف فولتج لو، لان انا شغال سيريال فبحتاج فولتج ايه لو كيرشوف فولتج لو، انما لو شغال بارلل بحتاج كيرشوف كارنت لو، كل ده بقى في الايه في السيريال بتاعي اوبريشنز بتاعت الثيريستور، والنسيسيتي الاحتياطات او الحاجات الضروريات اللي خاصة بالاس او، والبروبلمز المشاكل تبقى عارف، والستاتيك ايكواليزيشن والديناميك ايكواليزيشن، الاستاتيك والديناميك مش مهمه لان دي احنا ما ذكرناهاش قوي في المحاضره، البارلل اوبريشن برضو بتاع الثيريستور، تفهم البارلل اوبريشنز، ادي البارلل اوبريشن بتاع الثيريستور، والثيرمال ران واي بريفنتيشنز تمام، الحاجات دي برضو البارلل اوبريشنز، وفي الاخر بس هي اهم حاجه في البارلل اوبريشنز تعرف بقى المزايا والعيوب بتاعه الثيريستور، الميتريكس والدي ميتريكس، والابليكيشنز التطبيقات، ده اهم يعني من اهم المحاضرات اللي هي الثيريستور. خدنا ايه تاني غير الثيريستور؟ اخر حاجه خدناها ايه بقى فاكر؟ اخر حاجه خدناها ايه؟ خلينا نقفل دول اللي هو ايه يا دكتور اخر حاجه خدناها بعد الثيريستور كانت ايه؟ سامعك بس يا دكتور، نعم حضرتك سامعني كده؟ انا سامعك. اه بس معلش كان في عندي بس مشكلة في الصوت عندي انا بس. انا كنت بسألك الثيريستور اخر حاجة فيها كانت ايه، يعني بعد الثيريستور لما خلصنا ادينا ايه؟ والله الصراحة مش فاكر، مش فاكر. مش لسه اخر حاجة ديت لسه ما بصيتش عليها. اللي الشوبر اللي هو طب الشوبر ده بيعمل ايه يا خطاب؟ ها دكتور الشوبر ده أنا بيعمل ايه؟ الشوبر كان بيحول من دي سي تقريبا يا دكتور لدي سي برضو، من دي سي لدي سي، صح ولا غلط؟ لا هو بيحول من دي سي لدي سي، الشوبر بيحول من دي سي لدي سي أيوة دي سي لدي سي صح، صح. دي سي لدي سي أنا تمام. قلت تمام. فطبعا هنا المحاضرة بتاعت التشوبر، ثانية واحدة، طب انا ممكن افتحها من الباوربوينت دي، اوبن دي واحدة كده، يعني هي دي اللي فاضلة، انا كده راجعت لكم مراجعة سريعة على المنهج. تمام لا دي السيريال اند بارل اوبريشنز، يبقى هي ليكتشر 9 بقى. لا دي لسه كانت بتتحط، دقيقة واحدة بقى، هو هنا دقيقة واحدة، معرفش البي دي اف بياخد وقت في الفتح كده ليه، ايه ده؟ مش عارف، مش هي دي ولا اهو اخيرا، ايه ده؟ ثانية واحدة، شير سكرين، ها يا مسهل يا كريم يا رب. اها شير، هي شايفها كده الشوبر دي باين، السلايد باينه، ايوه يا باينه دكتور باينه باينه تمام باينه تمام تمام يا دكتور.
طبعا هنا التشوبرز تعرف الفيتشرز الاليمنتري برنسبلز بتاعتها، الكلاسيفيكيشنز، البرنسبل بتاعت التشوبر، الباكت شوب، اخرها كانت الباكت شوبر لحد سلايد 20 ما زودناش عنها، بس هي مالها بتتنقل بصعوبة كده ليه؟ مش عارف، في مشكلة في النت ولا ايه؟ مش عارف ايه ده. اهي الفيتشرز بتاعت التشوبر، التشوبر از ستاتيك ديفايسز بتكونفرت الدي سي للدي سي، دي سي ايكويفالنت اوف ان اي سي ترانسفورمر. في حد داخل ولا ايه؟ خلاص. طبعا هنا التشوبر كان اكت از ستيب اب اور ستيب داون دي سي ديفايسز، الفيتشرز تبقى عارفها بتاعت التشوبر، الاليمنتري برنسبلز بتاعتها بقى، الكلاسيفيكيشن التصنيفات كلاس ايه وكلاس بي وسي ودي واي، الفرازر كلاسيفيكيشن بتاعت التشوبرز. طبعا هنا الدي سي للدي سي كونفرتر تكنولوجي كومباريزون، ده تبقى عارفه ده مهم قوي، اللينير ريجوليتورز والسويتشنج ريجوليتور والتشارج بامب بالنسبه لي، والميثودز بتاعت الكنترول ازاي بتحكم فيه، والبالس ويدز موديليشن زي ما قلناها، والفاريبل فريكوانسي كنترول، دول الطرق المختلفه اللي بتحكم في التشوبر تبقى عارفها، وادي الميثودز اوف كنترول والبرنسبلز اللي هي بتاعت التشوبر. في واحده دخلت وبعد كده البرنسبل بتاعت التشوبر اوبريشنز دي تبقى عارفها، كل البرنسبل دي بتاع التشوبر اوبريشنز بمعادلاتها خدت بالك، والريبريزنتيشن بتاعت التشوبر سيركت اثناء ديفرنت فيزز المراحل المختلفه بنبقى عارفينها، وخدنا بس الستيب داون من انواع، بس خدنا الباك تشوبر مش هزود عن الستيب داون، تبقى عارف الكاركترستكس بتاعته وازاي بيترن اون واوف، والبالس ويدز موديليشن، والافريج فاليو بتاع الاندكتور كارنت زي ما استنتجنا المعادلات دي والرسمه، واخر حاجه عندنا اللي هي سلايد 20. انا هنزل لك اللي هي المحاضره رقم 9 دي، هنزل لك الباوربوينت بتاعتها على جوجل كلاس روم، يعني دي اخر حاجه احنا ايه خدناها.